السلام عليكم، ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين، تنعاد علينا وعليكم الايام بخير يا رب. خلاص بقى احنا في العيد ولازم ندلع نفسنا كده، وحابه فته حلوين كده لزوم العيد واول يوم العيد، وكلنا طبعا في العيد لا غنى عندنا عن الفته. طيب الناس اللي ما بتحبش الفته تجرب الطريقه دي، واكيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني هتحبها جدا ومش هتبطل تاكلها، لان انا ما كنتش بحب الفته بس من ساعه ما عملتها كده وانا مبطلش اعملها اصلا. تمام، والناس اللي بتحب الفته تجرب الطريقه دي هتعمل بالطريقه دي دايما على طول. احنا هنعملها بطريقه سهله خالص ومبسطه وما فيهاش اي تعقيد. انا معايا هنا رز ده انا دساه، ومعايا هنا الشوربه بتاعت اللحمه، ومعايا العيش ده لسه هنحمره، ومعايا الثوم. الرز ده انا دساه، جبت البرام بتاعي. الطريقه اللي هقولك دي حلوه قوي. جبت البرام بتاعي، دهنته سمنه تحت من تحت بالفرشه، سمنه او زبده او سمنه او زبده. تمام، دهنيه بالفرشه كويس، وبعد كده جيبي الرز بتاعك في البوله اللي انت غسلتيه فيها، جيبي عليه علبه قشطه من الماركت او اي وش لبن موجود عندك في البيت، اخلطيه كويس جدا 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 معاه، وبعد كده فضيه في البرام اللي انت هتعملي فيه، وبعدين فضي عليه اللبن وسويه. تمام، بعد ما يستوي طبعا هنحط له السمنه بتاعته. الطريقه دي حلوه قوي 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 في دس الرز. تمام، انا معايا المرقه دي، جبت اللحمه، شوحت اللحمه الاول، اديتها صدمه من على كل وش الاول على النار، وبعد كده جبت فصين ثوم، معلقتين سمنه، ومعلقه زيت، وشوحتهم، وشوحت اللحمه مع الثوم مع السمنه مع الزيت الاول، اديتها تشويحه سريعه، وبعد كده نزلت عليها بصله متقطعه وطماطمايه وورقتين لورا وحبيتين حبهان، وشوحتها كويس جدا 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 لحد ما خلاص شوحت حلو قوي، وبعد كده نزلت عليها بالميه السخنه لحد ما اللحمه استوت. خلاص بقت المرقه بتاعتي جاهزه. انا عندي العيش ده عيش بلدي اللي هو بتاع الفرن العادي، انت عايز تعملي اي عيش براحتك، بس ده احلى عيش انا عملت بيه بصراحه. حتى لو عندك رقاق باقي كده ما انتش عايزه تعمليه ممكن تعملي بيه. هنحمره دلوقتي على النار ونحط المكونات كلها على بعضها ونشوف في الاخر. هنروح على النار نحمر العيش ونكمل مع بعض. انت معايا بنات الصينيه بتاعتي او الحله بتاعتي او اي حاجه انا هعمل فيها. تمام، حطيت فيها معلقتين سمنه بلدي وحطيتها تقلي خالص، وبعدين هنزل عليها بالزيت بالعيش. تمام، هدي تشويحه سريعه جدا للعيش، اخليه يتحمص معايا، انا مش عايزاه يتحرق، انا عايزاه يبقى بس متحمص. تمام، انا وانا بحمص ده تمام حطيت جنبي طاسه على النار، هسيبها بس تسخن شويه، وبعد كده احط فيها معلقه سمنه، وبعد كده هحط فيها الثوم بتاعنا اللي احنا حمرناه. بس الاول العيش بتاعي يبدا يدخل خلاص في التسويه في الحمصان بتاعه، وبعد كده هنزل بالثوم عشان ما يتحرقش مني. وخلاص قرب يتحمر خلاص معايا اهو. بصوا انا هحمره كويس جدا، ولما احمره هوريكم هو عامل ازاي ونكمل مع بعض. بصوا يا بنات هو خلاص كده، ده وصل كده معايا للدرجه اللي انا عايزاها من اللون والقرمشه. تمام، ومعايا البصله ومعايا الثوم بتاعي خلاص احمر على العين اللي جنبي، هنزل معايا بالثوم كده عليها. تمام، نزلت بكل كمية التوم اللي عندي، خلاص هقفل عليها النار. هي كده خلاص تمام معايا العيش. هجيب الرز بتاعنا اللي احنا كنا دسينه، هنقلبها كلها مع بعضها مع الرز مع الكومة اللي احنا حطيناها. انا ما بحطش عليها خل، انا بعملها من غير خل. جربي الطريقة دي هتعجبك والله بجد، يعني انا واحده من الناس اللي ما كنتش باكل الفته اصلا، بس الطريقه دي من ساعه ما عملتها وانا بعملها على طول. احنا هنقلبها كويس مع بعض ونحطها في طبق التقديم ونشوف هنقدمها ازاي. بصوا يا بنات انا كنت نسيت اقول لكم ان احنا هنحط الشوربه. تمام، احنا المفروض هننزل عليها بالشوربه دلوقتي. تمام، هي كده جاهزه معانا خلاص. احنا هنفضيها في البوله اللي احنا هنقدم فيها، هفضيها وارجع لكم.
هي بنات كده خلاص، بعد انا ما فضيتها في طبق التقديم وحطيت عليها اللحمه، احنا حطينا كل حاجه على بعضها زي ما قلت لكم، وحطيت عليها الشوربه بس خلاص، سبتها دقيقتين وفضيتها في الطبق اللي احنا هنقدم فيه، وتحطي عليها اللحمه بتاعتك او ما تحطيش عليها اللحمه بتاعتك براحتك، هي هتطلع حلوه قوي وريحتها جميله ما شاء الله، هتعجبكم وبالف هنا، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.